هما منذ البداية أعلنت أنها تعتبر المقاولة والقطاع الخاص شريك أساسي للسلطات العمومية والدولة. افتتحت صباح اليوم باستخيرات أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع حركة المقاولات الفرنسية وبرئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب وبحضور رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح شقرون حول موضوع فرنسا المغرب جسور من أجل التنمية والتشغيل. الاتحاد العام لمقاولات المغرب كينضم اليوم منتدى اقتصادي فرنسي مغربي، وكان هذا المنتدى هو الثالث، كاين تقريبا 400 مشارك مقاول ومقاولات مغاربة وفرنسيين. هذا المنتدى اقتصادي مبني على ثلاثة الركيزات. كاين الأولى بأن المغرب عنده فرص الاستثمار ونمو اقتصادي، وكذلك ركيزة الثانية بأن هاد القطاعات جديدة غادي يكونوا مناصب، يخلقوا مناصب شغل جديدة وكذلك كفاءات جديدة مع التكوين الخاص. ركيزة الثالثة بالنسبة لهذا المنتدى الاقتصادي والدور اللي كيلعب المغرب بالنسبة للقارة الإفريقية، بينا بأن كاينه واحد اندماج جنوب اللي هو كي مبني على رؤيه جلاله الملك نصره الله باش المغرب والمقاولات المغاربه يكونوا فعالين في النمو الاقتصادي ديال القاره الافريقيه. هذا المنتدى يشكل محطة للتباحث حول مختلف أفاق الشراكة القائمة بين رجال أعمال البلدين، كما يخدم مصلحتهما على المستوى العالمي. هذا الاجتماع بالنسبة لنا مهم، بهذا لو ديفلوبمون اللي راه كاين ما بين فرنسا والمغرب ديالنا، ورحنا فرحانين بزاف بهذا لا كوبيراسيون اللي راها تزيد continue à se renforcer dans le temps donc alhamdoulillah جميع القطاعات الاقتصاديه كيمسها هذا التطور الرقمي، بل اكثر من ذلك المجتمع ككل كله يعني الان يعني متاثر بما هو رقمي. نشوفوا مثلا الشبكات الاجتماعيه الى اخره. وبالنسبه للعلاقات المغربيه الفرنسيه كنعتقد بان من القطاعات الاهم اللي يمكن لنا نشتغلوا مع بعض هو هذا القطاع ديال القطاع الرقمي. لماذا؟ لان الحاجيات هذو كتكبر سنه بعد اخرى، وغدا ان شاء الله يعني في المستقبل كل شيء غيولي يعني تابع لهذا الرقميه، وبالتالي كيمكن لنا حنايا اولا نطوروا العلاقات الثنائيه بين المغرب وفرنسا، لان عندنا عده يعني عوامل كتسهل هاد التعاون. الوزير الفرنسي دعا في كلمته مسؤولي البلدين والفاعلين الاقتصاديين الحاضرين في هذه التظاهرة إلى التحلي بإرادة تخطي كل التحديات مهما كانت صعوبتها، وذلك من أجل تدشين عهد تعاون ثنائي جديد. L'histoire a fait que nous nous étions choisis. Il faut aller au bout de ce choix. C'est pourquoi nous voulons être un partenaire de confiance et un partenaire qui prend ses responsabilités. هي زيارة تدعو إلى تفضيل ما هو مفيد على المبهر للمساهمة في النمو الاقتصادي في إفريقيا وإنشاء عمليات تمويل مشتركة في مختلف المجالات.